السلام عليكم شباب، مرحبا بكم الخوت في هذا الفيديو اللي غندوي فيه على الصديق ديال اشرف حكيمي اللاعب لوطار مارتينيز، وشنو قال على الصداقه اللي جمعاتهم اولا اللي بيناتهم. تسمعوا مزيان الخوت الشيء اللي نقول لكم في هذا الفيديو. بحيث اكد المهاجم ديال الانتر لوطار مارتينيز، المهاجم اللي قدم عرض كبيره، بحيث قال ما كينويش يمشي لفرق اخرى او مغادره الفريق خلال فتره الانتقالات الصيفيه القادمه، حيث اللاعب كان مرتبط بقوه بالانتقال للبارسا في الصيف اللي فات، لكن انتر تمسك به حتى النهايه وسط انباء حول محاوله قادمه من قبل النادي الكاتالوني بتقديم عرض اخر للاعب الارجنتيني. حيث كما قلنا الخوت لوطارو مع مقابله مع الصحيفه المغربيه عن تعريف الايطاليه لاكاسيتا ديلو سبورت، قال لن اغادر انتر في الصيف، ساقوم بتحديد عقدي مع النادي قريبا، وخطتي الحاليه هي الاستمرار لفتره طويله مع النادي الايطالي النيراتزوري. وأضاف نعم برشلونة أراد التعاقد معي العام الماضي، وكانت هناك مفاوضات مستمرة للحصول على خدماتي. وتابع هدر ديالو، قلت لأنطونيو كونتي المدرب الأنتر وقتها لا تقلق، كل تركيزي الآن على الأنتر، والآن برشلونة هو الماضي فقط، سأبقى هنا ولن أرحل على النادي. وكمل في كلام ديالو وهدر على الواقع اللي حدث بينه وبين اللاعب المغربي أشرف حكيمي الزميل ديالو الحالي في أنتر ميلان. قال خلال مواجهة المغرب والأرجنتين قبل انتقال اللاعب للأنتر في الصيف، يعني قبل ما يجي حكيمي للأنتر، كانوا تلقاو في الماتش اللي كان أميكال بيناتهم بين المغرب والأرجنتين. بحيث قال المهاجم الأرجنتيني، سمعت شخصا يقول باسمي بالإسبانية، قمت بالالتفاف ووجدت حكيمي أمامي، أخبرني أنه يعرف فاليرو ويتابع أنتر جيدا، وقابلوا مرة أخرى في مواجهة ضد بوروسيا دورتموند. بحيث كما عارفين ملي كان ريال مدريد صيفط حكيمي لدورتموند معار، كانوا تقابلوا في ذاك المواجهة. بحيث قال حكيمي سألني على أنتر كثيرا وقال لي أنه يريد اللعب معنا. يعني الخوش من الأخر، حكيمي أصلا قبل ما انتقل لأنتر كان مهتم بالنادي الإيطالي وكان باغي يجي يلعب مع لاعبي لأنتر. بحيث الخوش هذه المقابلة ديال صاحب 23 عام اللاعب لوطارو مارتينيز اللي حاليا مسجل 15 هدف وصنع 7 الأهداف في 33 مباراة في قميص الأنتر، قال كلام اللاعب حكيمي وقال كلام على البارسا. المهم كملخص الهضرة اللي قلت هو أنه ما باغيش يرحل على الأنتر وسعيد معها وما باغيش يمشي للبارسا، بحيث أن البارسا كانت باغا تعاقد معه وباقا باغا تقدم لي عروض أخرى، لكن ما باغيش يمشي حيث أنه سعيد ومتأقلم ومنسجم كثيرا مع اللاعبين ديال الأنتر بحال حكيمي ولوكاكو وباريلا، وأيضا المدرب كونتي ديما كيعتمد عليه. وفي الهضرة اللي قال لحكيمي بأنه التقى معاه جوج مرات، الأولى كانت الماتش أميكال بين الأرجنتين والمغرب، والماتش الثاني هضر معاه ضد ملي كان حكيمي مع دورتموند ضد الأنتر، وقال لي باللي باغيش يلعب معاه. يعني الخوت صداقة بدات بيناتهم دابا شي عامين، وكما عارفين الصداقة بيناتهم حاليا من أجمل الصداقات في الدوري الإيطالي بين لاعبين كرة القدم. هادشي اللي كان الخوت في الخبر، وهذا الهضرة اللي قال لوطارو مارتينيز للصحيفة ديال لاكاسيتا ديلو سبورت الإيطالية الغنية عن التعريف. كما العادة الخوت كان معكم مروان في نقل الأخبار، وتهلاو في راسكم.